بيعلموهم معلش عشان الصورة تبقى صح لازم كلكم تروحوا الناحية التانية وسط الوزير. بداية أنا في غاية السعادة حيث يعني نهاية أو أقول بداية تجربة رائعة جدا في فن النحت في هذه المدينة وفي هذه المنطقة العبقرية من هذا الموقع الجغرافي الذي يعتبر البوابة الجنوبية التي أتيحت لي لكي ألتقي بحضراتكم الفنانين والإعلاميين والأصدقاء، والكثير منهم يعني لم تتح لي فرصة أن أراه منذ فترة. وإذا كان الفنان آدم حنين منذ أكثر من 19 سنة على وجه التحديد قد بدأ هذه التجربة الرائعة، فإنني أقدم له خالص الشكر والامتنان، ليس فقط لأنها تجربة رائعة وتجربة غنية، وإنما أتاح لجيل من الشباب أن يشارك في هذا الفن الرائع، وأعتقد أن له السبق في أن يواصل ما انقطع في تاريخ مصر من العناية بهذا الفن.